على مدى السنوات الثلاث الماضية على خدمة مكونات وأطياف كركوك دون استثناء وإيصال المشاريع الخدمية إلى كافة مناطق ومدن المحافظة دون تمييز لارتقاء بواقع المحافظة في جميع القطاعات. وأشار الدكتور نجم الدين كريم خلال ندوة جماهيرية موسعة مع أهالي منطقة 1 حزيران في كركوك إلى أن إدارته ماضية في تنفيذ مشاريعها وتقديم خدمات أكثر لجميع شرائح ومكونات المحافظة. يشار خالد وتفاصيل. هل باقي وياكم الى ان انتم تقررون بعد ما نريدت؟ حضر الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك ندوة جماهيرية مع أهالي حي 1 حزيران في كركوك. وتطرق الدكتور نجم الدين كريم خلال الندوة إلى جهود إدارته في توفير كافة الخدمات ولجميع مناطق كركوك دون تمييز، ومنها توفير الكهرباء والماء وتنفيذ العديد من المشاريع القطاعات الحيوية المختلفة التي تخدم المواطن في فترة قياسية أمدها 3 سنوات، وتغيير معالم كركوك عمرانيا وخدميا نحو الأفضل. أولا أهالي 1 حزيران هم أهالي كركوك مثل بقية المواطنين. المنطقة مهملة من زمن طويل، نحن بدأنا بالإعمار والمشاريع هنا ولكن يحتاج إلى وقت، وهم يستحقون وما يطلبونه هو من حقهم، ويجب أن نوفر جميع المتطلبات اللي يطلبونها مثل مدارس، مثل شوارعهم، مثل مجاري، مراكز صحية، كلها مثل أي مناطق، وإحنا بادين الشغل وإن شاء الله نكملها. وإذا تشوفهم يعني حرصهم على بقائنا هنا معناته هم شايفين البداية وشايفين إحنا شلون نشتغل هنا. المواطنون في حي 1 حزيران ثمنوا جهود إدارة المحافظة والدكتور نجم الدين كريم لعمله الدؤوب لخدمة كركوك وأهلها دون استثناء. في الحقيقة يعني احنا اهالي محافظة كركوك معظمنا نكون كنا المحبة والوفاء للسيد المحافظ الدكتور نجم الدين عمر كريم، والحقيقة خدم محافظة كركوك وقدم لنا خدمات كثيرة وعامل ابناء المحافظة بصورة ابوية وكان اب للجميع، وكل ما نقدم له طلبات او شكاوي يتابعها ويحرص على تنفيذها. منذ أن حل علينا السيد نجم الدين كريم محافظ في كركوك بدأت حملة من الإعمار والبناء في مناطق مختلفة وأحجام مختلفة وتنفيذ مشاريع ضخمة وكبيرة. نشكر طبعا أستاذ نجم الدين دكتور نجم الدين عمر كريم على زيارته إلى 1 حزيران ولقائه بالأهالي. وطبعا أستاذ دكتور نجم الدين معروف يعني عنا أهل كركوك كلهم يحبونه، اخواننا الاكراد والعرب والتركمان والسنه والشيعه، كل اهالي كركوك يحبون دكتور نجم الدين. جهود إدارة محافظة كركوك والمتمثلة بأفكار الدكتور نجم الدين كريم محافظة كركوك ظاهرة للعيان في أحياء ومناطق كركوك من خلال الطفرة العمرانية والخدمية وتأمين مستقبل زاهر لكركوك وأهلها. يشار خالد، فضائية كركوك. وجه الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك برقية تعزية و